السلام عليكم. طيب ده كده الفيديو رقم 12 في الجي بي اي او. في الفيديو ده هنشرح اتنين ريجسترز كده المفروض ان هم ليهم ريليتد، ليهم علاقه ببعض يعني، او ريليتد ببعض يعني. اول واحد اسمه ايه؟ اسمه اللوك ريجستر. اللوك ريجستر دوت ببساطه يعني في شويه بينز كده في الهاردوير يعني، المفروض ان انا ما ينفعش ان انا يبقى ليا اكسس عليهم، او زي بيبقى معمول لهم لوكد كده كانهم قافل عليهم بمفتاح كده، وبقول ان الهاردوير بالنسبه لي اجي ارايت في اي بن من البنز ديت يقول لي على فكره انت مالكش اكسس ان انت ترايت عليه، كانهم مقفولين كده بقفل. فانا بالنسبه لي يعني المفروض ان انا قبل ما ابدا ان انا رايت في اي بيت من او اي بن من البنز ديت يعني، المفروض ان انا اروح اشيل القفل دوت بحيث ان انا ابدا اكتب فيه، كانه كده بيقول لي كده عشان يبقى ليك سماحيه او ليك اكسس ان انت تكتب في البن ده لازم تبقى انت بكامل قواك العقليه ان انت ايه تقدر تاكسس البن ده وترايت فيه. تمام، فايه الريجستر اللي بيسمح لي كده يقول لي ان انا اشيل اللوك دوت؟ جي بي اي او لوك، ودوت فيه منه البورت A وفي منه البورت B وفي منه البورت C وهكذا. فانا دلوقتي مثلا لو موصل لو شغال مثلا في الموصل التيفا بتاعتنا ديت على مثلا ايه بورت اف، الموصل ده بالسويتش بتاعنا مثلا الموجود انترنالي، وده مثلا موصله بالسويتش بتاعنا، وبستخدم الثلاث بنات اللي من اول واحد لحد ثلاثه ديت بستخدمهم مثلا على الليدات. فانا نفسي ان انا استخدم دلوقتي بورت مين؟ بورت اف. فهروح للريجستر بتاع بورت اف، الريجستر بتاع اللوك دوت هحط فيه الفاليو السحريه دي، هو مسميها ماجيك فاليو. ايه الماجيك فاليو ديت؟ دي كده فاليو كده انت لو كتبتها في الريجستر اللي اسمه جي بي اي او ده، يعني هتروح تكتب كده جي بي اي او لوك، شوف الادرس بتاع بورت اف يعني، وتكتب بيساوي الفاليو العملاقه دي. ايه الفاليو دي؟ دي فاليو كده كاتبها بحيث ان انت تبقى ايه؟ تبقى دلوقتي عارف ان انت بالنسبه لك هتفتح ايه؟ هتفتح اللوك اللي معمول على البنات ديت بحيث ان انت تعرف ترايت فيها. تمام، ده كده ايه، دي كده الفاليو الماجيك. خلاص كده انت كتبت ده كده سطر سي يعني. حلو، تمام. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي كتبت الفاليو ديت، قال لك في حاجه اسمها كوميت ريجستر. الكوميت ريجستر دوت ده كانه كده بياكد على الكلام بتاعك، ان انا بالنسبه لي بقى مين هي البنات بقى اللي انا هقدر ان انا رايت فيها او اكسس فيها. قال لك هو الكوميت ريجستر بيعمل كده، لازم بقى من خلاله ان انا احدد بقى مين هي البنز بقى في بورت اف اللي انا بالنسبه لي نفسي ان انا ارايت عليها. ف الريجستر اللوك دوت ده بالنسبه لي بعرف ان انا استخدم ال 32 بيت كلهم بحيث ان هو يساعد الفاليو ديت. لا، الكوميت ريجستر ده بقى بتاع بورت اف ده مثلا ده بالنسبه لي ما اقدرش ان انا اكسس عليه غير اول 8 بيت بس. حلو كده، كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فانا دلوقتي بقى نفسي رايت في انهي بين بيت مثلا بينز يعني، فقلت لي ان انا هستخدم في المثال بتاعنا دوت اول 5 بورت او اول 5 بين اسف. خلاص اكتب في دولت وحدات اول 5 بين لحد هنا، يبقى اكتب في الكوميت ريجستر دوت بالنسبه لك هتكتب ايه؟ هتكتب بقى الفاليو دي 1 اف. يبقى انت كده بالنسبه لك البورت الريجستر دوت، يبقى انت كده بتحدد في الكوميت ريجستر دوت مين هم البنز اللي انت هتقدر ايه؟ اللي انت نفسك ترايت عليه. حلو؟ او ان انت نفسك ان انت تغير في الفاليوز بتاعتها. طيب الكوميت ريجستر ده بالنسبه لك مش هتقدر ان انت تستخدمه لو انت عامل لوك، يعني لو انت مش كاتب السطر بتاع اللوك ريجستر دوت، لو انت مش عامل السطر ده يبقى بالنسبة له كده مش هيشغل الكوميت ريجستر. بس نكمل الفيديو الجاي بإذن الله.